والسلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. السلام عليكم ايتمام، شدرهم بخير، نتمنى اتيرم بخير وعلى خير ان شاء الله. شنو اقاخ لي ايت قمره انا حش على غوش دير اكم السمر ان شاء الله، زي السؤال اش دير قيمتي كن. نخليكم معايا ان شاء الله، غنوريكم من هنايا حتى نديركم واحد الفيديو من هنا حتى الاجدير. نتمنى ان شاء الله تبقاو معنا ودعمونا باللايك والدعم ديالكم باش كنستمروا، وخليكم مع الفيديو. خليكم معي. هيا الى اجدير، من هنا حتى الاجدير. المشاهد الكرام خليكم معي. احنا يا غادي الاجدير، مشارع واحد البومبا ليسانس جديده في المشاهد الكرام في ايت قمره، كما كتشوفوا ايت قمره داروا فيه بومبا ليسانس جديد. شوفوا المشاهد الكرام، شوف بومبا ليسانس ايت قمره مع حدا الروبوا، وشوفوا تبارك الله قضية غادية مزيان إن شاء الله بإذن الله. احنا خارجين هاي تقمرة، شي الفرغ هاي تقمرة، إيباون تبارك الله مشقين داون، أيه ما مشتورهم تبارك الله. تبارك الله تبارك الله تبارك الله، ماشي ذاك كان إباون عربية. زعزعتنا قبل، شوفوا هنا ربع، شوف تبارك الله، أي من دي الشعير المشاهد الكرام. معنا غادي يمشيو ان شاء الله من هنا حتى الاجدير، ندير لكم واحد الفيديو من ايت قمره الى اجدير. منظر واعر، تبارك الله خطورية هذا الطريق. شوفوا داك الجهة المشاهد الكرام، تبارك الله الدنيا راه كلها خضرة الحمد لله، داك الجبولة تبارك الله كلهم خضر صراحة، ولا كل شيء خضر. قربنا اجدير، هاد البلاصه ما عرفتش سميتها، امشي نروح السماء سبحانه وتعالى. تبارك الله
هكدا شويه ندوز الزف كاين شويه خضوريه هنا كما كتشوف تبارك الله. قريب نوصلوا لأجدير ولكن تبارك الله الطبيعة كاين شي جبول كاع ما فيهم الطبيعة بحال هذاك اللي جا قدامنا ما فيش الطبيعة سبحان الله ما عرفت علاش. أجدير أجدير لا احنا غادي لأجدير قريب قريب قريبا المشاهدين الكرام وصلنا أجدير عيد قمرة إلى أجدير. المشاريع تبارك الله أنا ما عرفش المشروع اللي بغاو يديروا هنايا كيصوبوا شي حاجة هنايا ما عرفش شنو بغاو يصوبوا هنا. الحمد لله المشاريع كيتزادوا المشاريع عيد ما تما هنايا أنت اي والله هذه وابر خدمي المساكنة الخدمة الصراحة أجدير أجدير قربنا قربنا انا كنطلع على البحر من هنايا ما كتشوفوا
تبارك الله منظر واعر. وكي مشينا وضغاو الدير قناة فاش دير روخا اش دير هو هذا كما كتشوفوا. اجدير يا اجدير ايوا نتمنى اخوتي عجبكم الفيديو، نتمنى يتم هذاكم يعجبوا الفيديو وانتم شاء بارطاجوا الفيديو وانتم شاء دعموا صلاك باش نقلب دقيق الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.